السلام عليكم، مرحبا بجميع المتابعين على شان يوتيوب لافالا رسولو. هذا الفيديو خاص بتلاميذ السنة الثامنة من التعليم الأساسي، باش تعلموا فيه مقارنة عددين كسريين نسبيين. كما تعرف المقارنة تكون إما باستعمال الفارق، يعني نطرح الكسور من بعضهم إذا كان موجب، فالأولاني أكبر من الثاني، إذا كان سالب راهو الثاني أكبر من الأول، وإلا تكون باستعمال توحيد المقامات وإلا توحيد البسوط إلى آخره. اليوم إن شاء الله باش نتعلم مقارنة بتوحيد المقامات، في فيديو آخر إن شاء الله ناخذ فيديو نقارن به الأعداد الكسرية باستعمال الفارق. نبدأ وين باش نقارن زوج أعداد كسرية كما أ على ب و س على د، تقريبا الحالات الممكنة بالاستقراء والتتبع، وهما ذم الكسرة إذا كان الكسران مختلفي العلامة، يعني واحد موجب مختلف العلامة معناه واحد موجب واحد سالب. مثال 12 على 19 ناقص 103 على 105، وقتها الموجب الكسر الموجب واضح اللي هو باش يكون اكبر من الكسر السالب. من المنطقي اذا 12 على 19 باش يكون اكبر من ناقص 103 على 5، واضح. باه نتعداو، يعني اسهل حالة يكون الكسور مختلفي العلامة، واحد موجب واحد سالب. الكبدة والكسران لهما نفس العلامة، يعني يا اما زوز موجبين والا زوز سالبين. ناخذ الحالة الاولى، اذا كان زوز الكسور موجبة كيما 5 على 6 و15 على 6، الحالة هذه من اسهل الحالات. علاش؟ لانه عطانا مقامات واحدة 6 6، وقتها اللي عنده أكبر بسط هو الأكبر. إذن هنا 15 على 6 أكبر من 5 على 6 لأنه عنده أكبر بسط، أكبر من 5 على 6. نتعدى المثال الثاني، قالك 7 على 12 و2 على 3. هنا الكسور ما همش ما عندهمش فرد مقام واحد، من نجم نقارنهم إلا ما وحد لهم مقامات. وهنا خاصة بنظرة أولى ما نجمش نطلع شكون أكبر. علاش؟ لأنهم الزوز كسور الزوز أقل من واحد، 7 على 12 أقل من واحد، 2 على 3 أقل من واحد. لو كان واحد فيهم أكبر من واحد نجم نستنتج اللي أكبر من واحد هو الأكبر، لكن هنا ما نجمش بنظرة أولى نفيق شكون أكبر، لازمني نوحد المقامات. 2 على 3 نوحد له مقاماته، مقامه 3 يولي 12، نضرب 3 في 3 في 4، كما ضربنا المقام في 4 نضرب البسط في 4، 3 في 4 تولي 12، و2 في 4 تولي 8، يولي معنى الكسر بتاعنا 2 على 3 و8 على 12. ونرجع نفس الحكاية نقارن البسوط، هنا ولات عندي المقامات كيف كيف 12 12، اللي عنده أكبر مقام هو الأكبر. إذا 8 على 7 معناه اللي هو مش 8 على 7، يعني تعطيه في الأصل اللي عطاه لك هو 2 2 على 3 أكبر من 7 على 12، واضح. 7 على 12 به نتعداو الحالة الثانية. الحالة الثانية 85 على 137 و85 على 99. كملاحظة لاحظوا اللي الكسران لهما نفس البسوط، هذا 85 البسط وهذا 85، معناها زيد باش توحد المقامات. صحيح نجم توحد المقامات، لكن خدمة زايدة باش نعملوها. إذا كان البسوط موحدة ننظر إلى المقامات، اللي عنده أقل مقام هو الأكبر، يعني 85 على 99 أكبر، اللي عنده أقل مقام هو الأكبر. اللي ما فهمش الحكاية هذه نجم ناخد مثال 85 على 99 أكبر من 137. قلنا ما فهمش حكاية اللي عنده أقل مقام هو الأكبر. ناخد مثال، مثلا 50 دينار نقسمهم على زوز من الناس، كل واحد شيخ 25 دينار، يعني عنا البسط 50 والمقام 2، جات النتيجة 25. نفس المبلغ 50 دينار كيفاش نقسمها على 5 من الناس، كل شخص باش ياخذ 10 دنانير 10 آلاف.
واضح اللي 25 أكبر من 10. إذن هنا شو عملنا؟ أخذينا نفس البسط 50-50، المقام الأول 2 والمقام الثاني 5. 50 على 5 جت 10، 50 على 2 جت 25. يعني كل ما تكون البسوط كبعضها اللي عنده أقل مقام هو الأكبر. أوكي، كي جت المقام 2 في الخم على 50 جاء أكبر من 55 على 5. نتعدل الحالة الثالثة في الكسرة الموجبين، هنا 13 على 40 وهنا 39 على 150. كثير من التلامذة يشوف هذا 39 على 150 وهنا 13 على 40، يشوف هذا أضخم من هذا لأنه يعني هنا عدد أكبر، يكتب ديركت 39 على 150 وتتشوفوا في آخر النتيجة اللي الكلام هذا غلط. به شنو كيفاش تصير الخدمة؟ إما نوحد مقامات هنا واللي هي طويلة باشا، هنا عندك عدد كبار، لكن يلزم التلميذ اللي استانس بالخدمة ولت عنده رفلاكس يلاحظ البسوط. هنا 13 وهنا 39، يعني توحيد البسوط أسهل من توحيد المقامات. يولي المقال 13 على 40، 13 باش تولي 39 نضربها في 3 تولي 13 في 3 39، و 40 نضربها في 3 كيما نضرب في البسط نضرب المقام، 40 في 3 120. كيما تفهمنا تو اللي عنده أقل كيف دير البسوط كيف اللي عنده أقل مقام هو الأكبر، يعني 39 على 120 أكبر من 39 على 150. إذن 13 لأنه يعني هذايا 39 على 120 هو الكسر 13 على 40، 13 على 40 أكبر من 39 على 150، عكس اللي يعمل فيه التلامذة يشوف الكبير كبير من فوق كبير من المقام هو الأكبر. واضح به. الحالة الأخرى كيبدو الكسران سالبين، ناقص 15 على 6 وناقص 5 على 6. قبل ما نبدأ في الحالة هذوما لابد أن ننبهوا على كيبدو زوز كسوة زوز أعداد سالبة بصفة عامة، الأقرب للصفر هو الأكبر، هذه لازم نحطها في مخاخ، أو تردهم زوز في مخك موجبين، الكبير في الموجب يولي هو صغير في السالب. يعني مثلا ناقص 8 وناقص 10 ناقص 8، أوكي ردهم زوز موجبين 8 و10 10 أكبر من 8، في السالب يولي بالعكس ناقص 10 أصغر من ناقص 8. علاش؟ لأنه ناقص 10 أبعد من صفر، ناقص 8 هو الأقرب للصفر في المستقيم المدرج، كنت تذكروا تحطوا مستقيم مدرج صفر ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 حتى ناقص 8 نوصل ناقص 8، وبعده ناقص 9 وبعد ناقص 10، يعني ناقص 8 أقرب إلى صفر من ناقص 10، إذا ناقص 8 أكبر من ناقص 10. واضح مفهوم؟ أو إنك تردهم الكسور أو العددين الموجبين، الكبير في الموجب يولي صغير في السالب. ناقص 5 على 6 وناقص 15 على 6 المقامات كيف اللي عنده أكبر بسط هو الأكبر، شكون أكبر؟ ناقص 5 وإلا ناقص 15. واضح اللي ناقص 5 أكبر من ناقص 15، علاش؟ لأنه ناقص 5 هو الأقرب للصفر من ناقص 15، وإلا في الموجب 15 أكبر من 5، في السالب يولي ناقص 5 أكبر من ناقص 15. أول ما فهمش أعمل بالخسارة، خاسر 5 وخاسر 15، أما خير خاسر 5 أو خاسر 15، خاسر 5 خير من خاسر 15، ولذا ناقص 5 على 6 أكبر من ناقص 15 على 6. تعمدت ناخذ الأعداد كيف باش نلاحظوا اللي الفوق هنا 15 على 6 أكبر من 5 على 6، في السالب يولي ناقص 15 على 6 أصغر من ناقص 5 على 6. مفهوم؟ به. ناقص 7 على 12 طيب شو نقارنه، وناقص 2 على 3 كما تفهمنا ما نجمش نحكم ديريكت إلا ما نوحد مقامات، هذا يولي 3 نضربها في 4 تولي ناقص 8 على 12، وناقص 7 على 12 يكون أكبر، أما أكبر ناقص 8 ولا ناقص 7؟ واضح وجلي اللي ناقص 7 أكبر من ناقص 8، يولي الكسر متاعنا الأكبر هو ناقص 7 على 12 أكبر من ناقص 2 على 3.
شوف نقارنوا هذه النتيجة هذه بالنتيجة في الموجب. هنا 2 على 3 أكبر من 7 على 2، هنا ولات ناقص 2 على 3 أصغر من ناقص 7 على 2. كما حكيت لكم قبيلة في الموجب كيبداو زوج عدد سالبين رجعهم في الموجبين، إذا كان موجبين الموجب أكبر من هذا في السالب يولي هذا أصغر من هذا في تقلب به. الحالة الأخيرة ناقص 13 على 40 وناقص 39 على 150، كما تفهمنا تولي عندك كرفليكس نولي الواحد مقامات ناقص 13 على 40. على فكرة إلا هنا قبل الكسر هي بيدها راهو كي نحطها هنا إلا 13 في الـ في الـ في البسط، أو نحط ناقص 40 في البسط مفهوم به. يعني هنا كي نكتب إلا قبل الكسر وإلا نكتب هنا إلا في البسط كيف كيف تولي إلا 39 في واحد بسط على 40 في 3 على 120. كيما تفهمنا اللي عنده قبيلة اللي عنده كيبداو البسط كيف كيف، اللي عنده لا إله إلا الله، اللي عنده أقل مقام في الموجب هو الأكبر، تو تتقلب بالعكس اللي عنده أكبر مقام هو الأكبر لأنه سالب، تولي ناقص 39 على 150 أكبر من الكسر الآخر اللي هو ناقص 13 على 40 مفهوم. هكا نكونوا تقريبا تبعنا الحالات الكل، واضح ناقص 39 على 150 أكبر من ناقص 13 على 40. اللي فهم الفيديو وحصل على الفائدة مضى بيه، ما يبخلش على أصحابه بشي بارتاجي الفيديو مع أصحابه ويبعث لأصحابه. نتلقاه إن شاء الله في فيديو جاي ومع مقارنة عددين كسريين باستعمال الفارق. ما تنساوش تعملوا ابونمون لشين يوتيوب متاعنا، فارتاجيو الفيديوهات أكثر ما يكون. السلام عليكم ورحمة الله.